الهدف الثاني في الدقيقه 45. لكن برشلونه بدا بنفس القوه اللي نهى بها الشوط الاول. الحقيقه المباراه دي كان سيطره من برشلونه. وادي هنا العرضيه من جابري، واحد الاهداف الجميله في ال 24 هدف لانشيفون باتريك لويفرت. وادي هنا سيرجيو افتح اللعب ناحيه الشمال والمدافع، وادي باتريك لويفرت وبينوع بقى الراجل بقى بينوع في الدقيقه 66، خد الهديه من سيرجيو. ادي الهجمه وادي مره ثانيه وادي المحاوله وروتشنبيك حلوه المره دي لسافيولا البديل، وادي مره ثالثه اهو الراجل بيتابع اهو. يمكن الهدف الجميل اللي قدامنا ده رابع الاهداف